بين تأمين المناطق المحررة وتحرير المزيد منها، تحارب قوات الجيش الوطني والمقاومة على أكثر من جبهة. حرب تتسبب في تشتيت الجهود وتأخذ المعركة إلى نواحٍ كثيرة ومتشعبة. فكلما ضاقت الأرض بميليشيا الحوثي والمخلوع وخسرت الكثير من مساحات سيطرتها، تلجأ لأسلوب حرب العصابات عبر أدوات تخريبية وإرهابية هدفها هد الأرضية التي تقف عليها الشرعية. وبينما تكافح السلطات من أجل الحفاظ على هدوء المساحات الجغرافية المحررة، تخرج القشور القديمة والأدوات الموكلة إليها مهمة إنعاش الفوضى، لكن هذا لا يعفي القصور الأمني من إتاحة الفراغ أمامها، وبالتحديد في مدينة التربة حيث استيقظ المواطنون هناك على حملة أمنية نفذتها قوات الجيش والمقاومة بهدف القبض على مطلوبين حصروا المجمع الحكومي وقتلوا ضباطا من اللواء 35 مدرع التابع لقوات الجيش. جاءت الحملة الأمنية استجابة لاستغاثة المواطنين في التربة والشمايتين بشكل عام لما حصل من قبل مجموعة خارجة عن النظام والقانون، قاموا بأعمال مخلة استهدفت محلات، استهدفت أشخاص، أرواح ناس، قطعوا الطريق، سطوا على ممتلكات خاصة وعامة. فكان لزاما على الجهات أو السلطة أن تقوم بضبط هؤلاء. مصادر محلية قالت إن الحملة نجحت في القبض على 5 من أبرز المطلوبين المتهمين بتنفيذ عمليات التخريب وإقلاق السكينة في المدينة، لكنها لم تنجح حتى الآن في تصفية باقي الجيوب والشبكة المتهمة بإشاعة الفوضى. المعركة طويلة ومتشعبة، ويحتاج الجيش الوطني والمقاومة إلى المزيد من اليقظة والإمكانيات وتنفيذ خطة الحفاظ على مكاسبهم العسكرية. فتطبيع الحياة يتطلب تأمين المناطق المحررة والاستعداد الكامل لحسم المعارك المؤجلة. ما يحدث في تعز يحدث أيضا في أبين ولحج وعدن، حيث لا يمر يوم دون خبر اغتيال أو تفجير أو إفشال عمليات إرهابية وضبط متفجرات. فالشاهد أن البلاد لم تخرج بعد من فم الحرب، ولا تزال أجزاء منها تحت تهديد جماعات مسلحة، بينما أجزاء أخرى تعاني من سيطرة وسطوة ميليشيا الانقلاب، فيما ترسم الحرب المشتعلة خرائبها اليومية على هذا النحو، وتأخذ تداعياتها مستوى خطيرا من التصعيد والدمار.